طيب هناخد بس معلش ابو عادل معانا. برحب بيك يا ابو عادل. ابو عادل بقى له ربع ساعه. معلش يا عم الحاج انت مننا وعلينا بقى، انت يعني ايه يا عم الحاج انت مننا وعلينا؟ احنا اهل يعني. اه طبعا يعني احنا أهل. احنا اكتر من اهل يا عم الحاج. طيب بص يا عم احمد، انا الاول اكلم الاستاذ حسين في خصوص الاثار. ايوه وبعدين انا ليا سؤال عندك لازم اجابته. حاضر. للدكتور حسين مش ليا صح؟ لا ليك انت، يعني هكلم الدكتور حسين الاول وبعدين في سؤال ماشي عندك. ماشي كلم الدكتور حسين يا باشا، الدكتور حسين كله معاك اهو. اتفضل. عبال مهري سلام فوق. انت كمان لازم ترد على سؤالي. لا بس حضر نفسك هتتسأل مني. طب يلا. بص بص يا دكتور حسين. اتفضل. هو انا يعني وجهه نظري المتواضعه يعني ان التسويق بالنسبه للاثار او للسياحه في مصر عموما المفروض يبدا تسويق داخلي الاول. يعني انا صحيح. رايي ان معظم او يعني قطاع كبير جدا جدا من الشعب المصري ما يعرفش حاجه عن الاثار، ما يعرفش حاجه عن المناطق السياحيه المحترمه في بلده، ما يعرفش مين يعني الاثر ده بتاع مين او يخص مين او حصل فيه ايه. زي مثلا اوروبا، يعني مثلا في تركيا عند حضرتك او في ايطاليا جنبك او في اليونان، تبص تلاقي الناس المواطن العادي كده يقول لك ايه التمثال ده بتاع البطل فلان الفلاني عمل كذا كذا سنه كذا وكان بيحارب في الحته الفلانيه وكان 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 وكان. يعني انت قصدك الشعوب بتعرف تتكلم عن الاثار اللي عندها، لكن احنا عندنا في مصر الشعب أيوة. ناقصه ثقافه معرفه. ثقافه المعرفه، وثقافه المعرفه دي مؤثره جدا، لان انت المفروض يعني مثلا الاول استهدف سياحه داخليه. ايوه. استهدف سياحه مواطنيك هتكسب منها كويس. ماشي. وبعد كده لما يبقى في اقبال من مواطنيك على 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 المزارات السياحيه هتبقى بالتالي هيتحول الاقبال لاقبال دولي، لاقبال خارجي. ايوه فاهمني؟ ده بالنسبه للسياحه. التسويق ليها مثلا يا اخي في فواصل المسلسلات اللي ملهاش لازمه، حط كده يعني مثلا جزء كده اعلامي، مش اعلاني، اعلامي باثر ما او بمنطقه سياحيه ما او بشخص شخصيا شخصيه ما اثرت في التاريخ المصري. ايوه. واتكلم عنها وعن مكان وجودها على اساس الناس تعرفها وتفكر تروح لها. ده بالنسبه للسياحه. طيب اسال بقى حضرتك يا ابو حميد. اتفضل. طب الدكتور يرد الاول. طيب عليك ولا ايه؟ اقترحوا ما فيش رد. انا ماشي. انتوا الاثنين تردوا، انتوا الاثنين تردوا مع بعض. ماشي. سؤالي ليك يا عم احمد هاخد اجابته منك الاول. قول يا باشا. انت بتكسب كام في البرنامج بتاعك ده؟ بكسب كام؟ بكسب رضا ربنا سبحانه وتعالى والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا رسول الله. طب انا اقول لك انا بتكسب ايه؟ قول لي يا حبيبي. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا عم احمد انت بتكسب حب ناس كتير جدا من البسطاء. بتكسب حب ناس كتير جدا من عاشقي مصر. اللهم لك الحمد. يكفي يكفي اللهجه اللي من القلب من الست ام رباب اللي كلمتك من شويه دي. اه والله ده انا والله بحب حقيقي والله العظيم بجد. انا سعيد جدا بالمكالمه دي والله. والله والله بقول لك حب الناس ليك يقشعر له البدن، يعني في مكالمات كتيرة الواحد بيحسها وهو قاعد. والله يا ابو عادل انا شكيت لوهله قسما بالله انها امي. جدع جدع. انا ما بسمعش صوت امي بقالي 9 سنين يا ابو عادل. فشوف قد ايه، شوف قد ايه الناس بتحب. ففي اكتر من كده مكسب؟ لا والله يعني العظيم ده انا شخصيا عن والله نفسي لا يقدر بملايين الدنيا والله. طب واحد زي انا عن نفسي بقى يا احمد، انا مستني اليوم اللي تنزل مصر عشان اشوفك حبيبي والله. ده انا اجي لك. بص اجي لك حبوا كده اشوفك يا ابو عادل والله واشرف بيك والله العظيم. يا ابو حميد والله اشرف بيك والله يعني. بص اعزمك عندي واشيلك فوق دماغي وابقى فرحان. ربنا يعزك يا رب. اهل كرم يا باشا. ربنا يعزك يا رب. وامثاله الكتير يعني. ربنا يبارك في عمرك يا رب. والواحد سعيد ان هو يعرفكم يا ابو حميد. والله ربنا يكرمك. انا اسعد بيك يا ابو عادل ودايما ببقى مبسوط جدا بمداخلاتك، وبتبقى مداخلات فيها اسراء وفيها معنى قيم. بشكرك شكرا جزيلا يا ابو عادل على المداخله الجميله دي.